عامان ونصف العام من حرب ميليشيا الانقلاب على محافظة تعز، استهداف كبير للمدنيين بالقصف العشوائي خصوصا الأطفال، حيث وثق تحالف رصد قتل 300 طفل في محافظة تعز وإصابة 1800 آخرين نتيجة القصف العشوائي الذي تشنه الميليشيا الانقلابية على المدينة. آخر إحصائية للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، في تقرير حديث قتلت جماعة الحوثي أكثر من 300 طفل وأصابت أكثر من 1840 طفل خلال 3 سنوات في محافظة تعز لوحدها. هذه الإحصائية التي جمعها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان من واقع فريق وخبراء وباحثين يتواجدون في الميدان. كل هؤلاء الأطفال قتلتهم جماعة الحوثي وقوات صالح في محافظة تعز بالمخالفة لكل اتفاقيات وأعراف قوانين الحرب. ومع ارتفاع عدد الضحايا الذين فاقوا 15,000 جريح، فإن مستشفيات تعز عاجزة عن استقبال مزيد من الحالات، خصوصا مع تدمير الميليشيا لبعض المستشفيات بالقصف المدفعي. السلطة المحلية بتعز ممثلة بوكيل المحافظة للقطاع الصحي الدكتورة إيلان عبد الحق أكدت أن الإمكانات الصحية والكادر الطبي يكاد يكون شبه معدوم، وهو ما يضاعف المعاناة. هناك مستشفى اليمني السويدي المعني في علاج الأطفال وأمراض الطفولة يعتبر شبه مدمر ويشتغل بطاقة لا تزيد عن 30%. أيضا أن المستشفيات غير مجهزة لاستقبال حالة الأطفال وأيضا الكوادر الطبية المطلوبة لعلاج الأطفال غير متوفرة نهائيا في المدينة، وهذا أمر مرعب. أيضا يتعرض الكثير من الأطفال الآن بسبب الاستهداف إلى البتر والإعاقات الدائمة. غالبية انتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح بحق الأطفال تستهدفهم بشكل جماعي أثناء اللعب وممارستهم لهواياتهم، في اختراق ممنهج ومستمر للقوانين الدولية والمحلية. تواجد المواطنين والأطفال في المباني أو الشوارع والمدارس سواء، فكلها مناطق لا تقهم القصف العشوائي التي تمطر به ميليشيا الانقلاب المدينة. بلال صبري لبرنامج المشهد اليمني تعز.